السلام عليكم عشاق العطور، كيف انتم؟ لاباس؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. في الحلقه اليوم ما غنهضروش على عطر ولا توب 5 ولا شي حاجه، غادي نهضروا على التستر. بزاف ديال الناس كيصيفطوا لي ميساجات في انستغرام ولا كيخليوا لي تعاليق، خصهم يعرفوا شنو هو التستر، شنو الفرق بينه وبين برودوي دفونت. اليوم ان شاء الله غنحاول نجاوب على التساؤلات اللي وصلوني. كملوا معايا الفيديو للاخر حيت كاين بعض النقط اللي تقدروا تميزوا بهم التستر الحقيقي من المزور. نبداو الحلقه ديالنا ان شاء الله. كل اختصار تيستر هو البارفان اللي كتعطيه الشركه الام باطل للمحلات التجاريه الكبرى باش يخليهم عندهم في ستوند، باش الناس مثلا انا غادي نجي نسقسي على العطر الفلاني غادي يعطيوني يقولوا لي ها هو جربه واذا عجبك تشريه. هذا هو علاش تعدل التيستر من الاساس. وكون التيستر كيتعطى باطل فما كيكونش عنده نفس الامبالاج اللي كيكون عند البارفان العادي. غادي نعطيكم مثلا البرودوي دفونت، الامبالاج ديالو معروف كيكون بحال هكذا، ماشي بحال هادو، ولكن زعما مين كتجي تشري بارفان كيكون بلومبالاج ديالو العادي اللي كيتباع به وكيخرج به من الشركه الام. لكن التيستر ما كيكونش عنده نفس لومبالاج. مثلا اذا بغيت نشري انا هذا التيستر ديالو غنقدر نشريه بحال هذا، غادي يجيني في لومبالاج بحال هذا، يقدر يجيني بحال هذا، انتم كتشوفوا يقدر يجي بحال هذا لومبالاج ديالو او هذا، وهذا الشكل هذا هو اللي كنجبروه بزاف في السوق على انه حقيقي ولكن كيكون مزور. ردوا بالكم من هذا الشكل بحال هذا، ولا يمكن يجيكم اصلا بلا قجر بحال هذا الشكل هذا، بارفان بلا قجر ما فيه لا امبالاج لا حتى شي حاجه. علاش كيعملوا هذا الشيء؟ هذا كينقصوا من التكلفه ديال العطر. هو كيعطي عطر باطل ما غادي يخسرش عليه لا سلوفان باش كيجي ملوي لا لومبالاج ديالو. احيانا كينقصوا حتى الغلاقه. مثلا كتقدر تشري تيستر ولكن كيجيك بلا غلاقه. دابا هذا مثلا بالغلاقه غادي يجيك هكذا بلا غلاقه، باش هذه في حاله ما اذا كانت عندهم الغلاقه التصميم ديالها فشي شكل وكتقام عليهم غاليه كيقتصدوا من هذه الناحيه هذه. اما بالنسبه لجوده العطر فهي نفس الشيء، ما كيبدلوا حتى شي حاجه. علاش؟ لانهم اذا نقصوا في الجوده ديال العطر غادي تجي انت وتجرب ديك العطر هذاك وتمشي للدار وتقريبا ما يدوم لك والو ولا ما يعجبكش لان الجوده ديالو طبعا ناقصه، ما غادي تعاودش تشري ديك العطر هذاك. لا، هما كيعملوا نفس الجوده. كاين الناس اللي كيقولوا حقا كيعملوا الجوده عاليه، كيعملوا البارفان تيستر كيكون قوي في الريحه ديالو على البرودوي دفونت، كيكون كيدوم اطوال، كيعملوا فيه الترافيك باش الناس من كيرشوه في المحلات التجاريه وكيعجبهم كيعاودوا يشريو برودوي دفونت وما كيصدقش هو هذاك. لا، هذه الفكره غالطه نهائيا. هذيك غير كيكون الانف ديالك تعود على ديك الريحه ولا شي حاجه باش انت كيقول لك عقلك ما كدوم شي مده طويله بحال اللي جربتي اول مره. لان في هذا المجال هذا كاين قانون كيحمي المستهلك، كيفرض غرامات ماليه كبيره على دور التصنيع لي مارك اللي كيعملوا لي بارفان، كيفرض عليهم هذه الغرامات اذا مشاو وغشوا وعملوا التيستر قوي او الاحسن من برودوي دفونت، لان هذا كيدخل في الغش، كتغش الناس باش يشريو ديك البارفان وهو ماشي نفس الجوده. وهذا الاحتمال بعيد ولا اطلاقا ما يمكنلوش يكون، لان الشركه ما تقدرش تغامر بالصوره ديالها او الماركه ما تقدرش تغامر بالصوره ديالها باش تغش الناس وتفضح من بعد على انها غشت الناس باش تبيع البرودوي ديالها اكثر. كاين الناس اللي كيقولوا لي علاش التيستر كيتباع؟ هو في الصراحه غير قانوني يتباع التيستر. التيستر كيتعطى باطل، الشركه خاسره فيه الفلوس وكتعطيه لك باطل باش الناس يجربوه وتجيب زبناء اكثر. لكن بعض المحلات كيبيعوه، ولكن المحلات الصغرى في الغالب حتى هما كيشريوه باش يبيعوه، حيت حتى هما اصلا كيشريو من عند لي فورنيسور اللي كيوفروا لهم، اللي كيجيبوا من الشركه الام وكيوفروا لهم هذا البرودوي، ولهذا حتى هما كيشريو التيستر على داكشي كيبيعوه. ولكن بالاجمال البيع ديال التيستر غير قانوني. طبعا في الدول اللي ما عندهاش رقابه على هذا الموضوع هذا ما يعني الناس كيشريو التيستور عادي وكيتباع وكيتنزل في الواجهات عادي كيتباع، لكن غالبا في الدول الاوروبيه هادشي ممنوع وكيعاقب عليه القانون. رغم هادشي كامل خصكم تردوا البال بزاف من التيستور لانه موجود التقليد ديالو بكثره 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 في الاسواق.
واذا كنتو كتعرفوا شي واحد اللي كتشريو من عنده دائما وكيخاف من الله غادي يبيع لكم التستر الحقيقي، من الاحسن تبقاو تشريو من عنده. اما اذا كنتو اول مره غتشريو من عند شي واحد شي تستر، من الاحسن تكملوا الفيديو للاخر باش تعرفوا كيفاش تقدروا تميزوا بين التستر الحقيقي والتستر المزور، حيت رجع فيه بزاف الترافيك لان عليه طلب بزاف، والثمن ديالو كيكون ناقص شويه على البارفان البرودوي دو فونت. على داكشي الناس كيتجهوا يشريو التستر بكثره، ولكن احيانا كيطيحوا في التقليد وكيقول لهم عقلهم شراو البارفان الحقيقي. اول نقطه هي غادي نمشيو مثلا عند البائع باش نشريو التستر، وكيف ما كنعرفوا الناس كيعجبهم يشريو التستر حيت كيكون الثمن ديالو شويه ناقص على البرودوي دو فونت، ولهذا كيبغيو يغتنموا ديك الفرق ديال الثمن ويشريوه. اش غيعملوا بشي امبالاج ولا شي ريح، باغيين يشريو بارفان وصافي ناقص الثمن ويكون اوريجينال. ولكن ردوا البال من واحد الناحيه، اذا مشيتوا عند البائع اللي كتشريو من عنده وجبرتوا عنده مثلا هذا منو 10 ولا اكثر، عرفوا بانه مقلد ماشي حقيقي، لان الشركه الام يمكنلاش تصيفط 10 من نفس البرودوي ولا 20 ولا 100، يمكنلاش تصيفطهم لان هي خاسره فيهم، هي اصلا كتعطيهم باطل ما كتبيعهمش، يمكنلاش تخرج 100 تعطيك انتينا كبائع 100 تستر باطل وتعطيك 100 البرودوي دو فونت باش تبيعهم، لا مايمكنش، راه خاسره فيهم بزاف. باش تاخذوا فكره عامه، الشركه الام كتقدر تعطي حتى يمكن تن 3 تستر باطل، هذه ماكسيموم البائع اللي غادي يشري من عندها واحد الكميه طبعا بالكرو، تقدر تعطي غير 3، وثلاثه في حاله ما اذا كان العطر طوندونس او عليه طلب بزاف، يعني كيحاولوا يزيدوا يوصلوه الناس اكثر، لان ديك العطر هذاك انا سمعت من صاحبتي عليه وصاحبتي سمعت من صاحبتها عليه، يعني هذا كيقول ان هذا وباغيين نمشيو نجربوه، دونك كتعطي كميه كبيره واللي هي 3 كومو ماكسيمو ولا جوج باش يعني يقدروا اكبر عدد من الناس يجربوا ديك العطر وبالتالي يشريوه. في حاله ما اذا كان العطر ما عليهش الطلب بزاف، كتكتفي تصيفط تيستر واحد ولا ما تصيفطش كاع تيستر في ديك البارفان هذاك، يعني ما غتجبروش 10 ولا 20 ولا 30 عند نفس البائع نفس البارفان. النقطه الثانيه هي اني غنمشي عند شي بائع وغنقول له عطيني التيستر ديال الماركه الفلانيه والماركه الفلانيه، غادي يعطيهم لي بجوج ويقول ليها 250 درهم الواحد ولا 300 درهم الواحد ولا دي جوج ونعطيك واحد باطل. لا، هنا غادي تاكدوا بانه مزور او تقليد ماشي حقيقي. علاش؟ لان الموزعين مين كي يجيبوا لك لي تيستور كيبيعوهم لك، هذيك اذا جبتي من عند الشركه الام لي بارفان كيعطيوك التيستور باطل، اما الموزعين اللي كيوزعوا ديك لي تيستور راه هما كيبيعوهم بثمن فرق بينه وبين البرودوي دو فونت كيكون 20 دولار حتى 30 دولار تقريبا، فهمتي؟ ما كيهبطوش حتى 30 دولار البارفان. نشرح لكم نبسط لكم الفكره، مثلا غادي نشري بارفان برودوي دو فونت كيساوي 750 درهم، تيستور غادي نجبرو 550 650، ما غادي نجبرش ب 300 في ديك البارفان هذاك نهائيا، هذه ما تحلموش بها، غادي يكون مزور. حيت حتى ديك السيد اللي كيشري ديك البارفان هذاك باش عاود من بعد كيبيعو لك اولا التيستور، كيشري غير بفرق ب 200 درهم او 20 دولار 30 دولار، يعني كيربح معاك 50 درهم ولا 100 درهم وصافي في البارفان. يعني بارفان برودوي دو فونت اذا كان كيتباع ب 800 درهم ولا 1000 درهم ما يمكنلكش تجبر نهائيا التيستور ديالو كيتباع في السوق ب 300 ولا 250 درهم، هذه امبوسيبل، بالتاكيد غادي يكون مزور. ولكن خصكم تردوا البال لواحد النقطه، ما كنقول لكمش اذا جبرتوا شي تيستور شي بارفان ديجا هو رخيص 300 درهم كي تما غشوكم، لا، يقدر يكون البارفان الاصلي ديالو ديجا كيعمل 400 درهم ولا 500 درهم والتيستور ديالو كيتباع ب 300 درهم، المهم هنا غتبقى الشطاره ديالكم، غادي تعملوا لي تروك باش تطلعوا البائع وتعرفوا واش كيبيع لكم الحقيقي ولا المزور. النقطه الثالثه هي ان اللي كيبيع لي تيستور ما غادي تجبروش عنده لي بارفان اللي ما كيتمشاوش بزاف، لي بارفان القدامين تقدروا تجبروا بارفان قديم ولكن باقي لحد الان كيتباع بزاف وعليه الطلب غادي يكون مقلد، ولكن لي بارفان اللي ما عليهمش الطلب القدامي لي بارفان فينتيج لي بارفان اللي قلالين في السوق ولا ما تعرفهمش الناس بزاف، هادو ما غتجبروش التيستور ديالهم. علاش؟ الهدف الناس اللي كيزوروا هادشي هذا يبيعوا اكبر عدد ممكن، يعني ما غادي يخسرش هو شحال د لومبالاج وشحال د لي بارفان على القراعي وديكشي على بارفان اللي ما عليهش الطلب. مثلا هذا شونزيليزي دكيرلا ما غادي تجبروش عند اللي كيبيع لي تيستور مقلدين، ما غتجبروش التيستور ديالو، بينما عند البائع اللي كيبيع الاوريجينال تقدروا تجبروه. نقطه اخرى يمكن لكم تعرفوا بها التيستور المزور من التيستور الحقيقي هي
ان التيستو الحقيقي ما كيجيش بالسلوفان ملوي عليه. هانتوما كتشوفوا كيف ما جاوا كيف ما باقيين. انا كنحتفظ بالقجوره ديالهم حيت باش ما يخسروش، ما كيجيوش بالسلوفان ملوي عليهم، بينما المقلدين كيجيو بالسلوفان ملوي عليهم. ولكن واخا هكذاك غتردوا البال ناحيه اخرى، حيت هاد الناس اللي كيبيعوا لي بارفان اللي مقلدين بداو كيفتنوا بهاد القضيه هادي، وبداو كيحيدوا السلوفان البارفان التيستر القجر ضد التيستر ويبيعوها على انها تيستر حقيقي. ولكن واخا هكذا كاين واحد الطريقه اللي نقدروا نميزوا بها التيستر الحقيقي من المزور، بما انهم حيدين له السلوفان غادي نجبدوا البارفان وغادي نشوفوا الكاليتي. غادي مثلا فيه شي حاجه مكتوبه، لنفرض ان هذا تيستر فيه شي حاجه هنايا مكتوبه، غادي نحاولوا هنايا ما كتبانش الكتابه ولكن فيه الكتابه، فيه الكتابه غادي نحاولوا نقشروا بيدنا هكذا ونشوفوا واش ديك الكتابه كتقشر. اذا كان حقيقي بالتاكيد ما غتقشرلكش الكتابه. وحاجه اخرى هي اذا كنت سبق لي وجربت ديك العطر هذاك غادي نرش منه رشه ونشم واش نفس العطر، حيت نورمالمون التيستر راهو بحالو بحال البرودوي دفونت، يعني مين كترشو كيجوز بالمراحل الثلاث ديالو، المقدمه والقلب والقاعده. لكن التيستر كيف ما كترشو دابا غيبقى لك من دابا جوج سوايع من دابا ثلاثه سوايع، ما كيمرش نهائيا بهذه المراحل الثلاث. هنا غادي تعرف بان التيستر مزور، ولكن هذا ما يمنعش اننا نردوا بالنا مزيان لاكاليتي ديال القرعه. كيف ما سبق لي قلت لكم قشروها. مثلا انا شريت هذا من الانترنت بالثمن التيستر الحقيقي مصدق مزور، وباش تعرفوا ان الكاليتي ماشي مزيانه ها نتوما الراس ديالو هذا اللي كيكون داير هنا وكيكون فيه اللاصو تهرس، البلاستيك رخيص ما ماشي تنتما تهرس وبقى منزل. كنتمنى يكون هذا الفيديو جاوب على الاسئله اللي عندكم على الفرق بين التيستر والبرودوي دفونت وكيفاش نميزوا بان التيستر حقيقي ولا مزور. كنتمنى على اللي باقي عنده شي تساؤل اخر على لي بارفان التيستر يخليه لي في التعاليق. على العموم انا غنزل هذا الفيديو هذا وغنكتب مقال عليه غنزله في الموقع ديالنا ديال القناه اللي غادي نخلي لكم توا في صندوق الوصف. شكرا بزاف على المتابعه، وكنتمنى اللي عجبو الفيديو يخلي لي لايك، واللي اول مره كيشوف هذه القناه ولا كيشوف هذا الفيديو هذا يشجعنا بالضغط على زر سبسكرايب. خلصوا والو وخليكم على خير. السلام عليكم.